نشرة السابعة من قناة سمر، أهلا بكم. نبدأها بأبرز العناوين. الرئيس الفرنسي لزيارة العراق. عضو الخارجية النيابية عامر الفايز تبين ملامع أحداث زيارات الكاظمي المرتقبة إلى العواصم الثلاثة. النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي يؤكد ضرورة مراجعة الملف الأمني مع رئيس الوزراء. وزارة الصحة تسجل 2023 إصابة و2179 حالة شفاء و94 حالة وفاة في عموم العراق. من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مستشفى السلام الميداني المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في معرض بغداد، وأكد الكاظمي أن الحكومة العراقية تعمل من خلال افتتاح المستشفيات على تقديم الخدمات للمواطنين لمواجهة كورونا. وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعوة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة العراق، فيما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن بلاده متفائلة بخطوات الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي. اعتبر عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ أن مجيء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان بمخطط من الولايات المتحدة، وبيّن البطيخ أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من دول الخليج والسعودية والإمارات وصلوا إلى قناعة أن الانتخابات العراقية الأخيرة لا فائدة منها، وأن البرلمان والحكومة القادمة ستكون بيد إيران، وأن الحكومة الجديدة ستكون أيضا بيدها. وأضاف أن الأمريكان كانوا يسعون إلى وجود حكومة إنقاذ وطني يقودها العبادي لمدة سنتين، وأنا مسؤول عن كلامي، مبينا أنه في وقتها جرت الانتخابات وتم تشكيل حكومة برئاسة عادل عبد المهدي بحسب تصريحها. كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب عامر الفايز عن ملامح زيارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المقبلة إلى واشنطن وطهران والرياض، وأهم الملفات التي سيتم بحثها خلال تلك الزيارات، مبينا أن لجنة العلاقات طالبت الكاظمي إشراك الوفد بشخصيات مهمة من التحالفات السياسية الكبيرة. وقال الفايز في تصريح صحفي إن أي زيارة خارجية على مستوى عالي للحكومة ضرورية، خاصة في هذا الظرف الحالي، وأن زيارات الكاظمي إلى واشنطن وطهران والرياض المرتقبة والتي أعلن عنها لها أهمية كبيرة. وأضاف الفايز أن الزيارة إلى واشنطن هي استكمال للمرحلة الأولى للمفاوضات بين العراق والولايات المتحدة، مبينا أن أهم ملفات هذه الزيارة سيتركز على الحوار بشأن وضع آلية لانسحاب القوات الأمريكية من العراق واستبدالها بالتعاون الاقتصادي والثقافي. أكد المتحدث باسم تحالف عراقيون النائب حسين عرب الجمعة أن السيطرة على المنافذ الحدودية ستنوع من إيرادات الدولة وتدعم المنتج الوطني. وقال عرب إن السيطرة على المنافذ سيكون لها وقع إيجابي وإيراد للدولة من خلال الحد من عمليات التهريب الجمركي، فضلا عن دعم المنتج الوطني، لافتا إلى أن الرقابة المباشرة والتحقيق من الحكومة سيبعدان العصابات عن المنافذ وسيجني العراق ثمارها. ورجح عربا أن تكون الخطوات اللاحقة هي دعم القطاع الاقتصادي وتنويعه. دعا النائب عن محافظة البصرة الشيخ مزاحم التميمي إلى تشكيل هيئة مختصة تدير أعمال مشروع ميناء الفاو الكبير وأكماله. وقال التميمي في تصريح صحفي
إن ميناء الفاو سيتأخر إنجازه كثيرا إذا ما بقينا في هذا القالب من الروتين والأداء الحكومي الرتيب، لافتا إلى أنه يمكن الإسراع بإنجاز الميناء إما من خلال تشكيل هيئة مختصة تقودها شخصية بدرجة وزير يكون من الذين عملوا في القطاع البحري وله دراية جيدة باقتصاديات البحر وصاحب رؤية وقرار وتابعة، ويمكن إحالة الملف برمته إلى محافظة البصرة لإنجازه. وأضاف أيضا أنه عند اكتمال الملف برمته فإن محافظة البصرة سوف تكون لها إنجازات ومشاريع خدمية كبيرة، منوها إلى ضرورة أن تتشكل هيئة بذات المواصفات ولكن تتبع لمحافظة البصرة، وهذه الهيئة سواء ارتبطت بمجالس الوزراء أم بالمحافظة ينبغي أن تأخذ على عاتقها مشاريع تطوير واستصلاح الأراضي الساحلية التي باتت تتقلص شيئا فشيئا لحساب إيران والكويت حسب تعبيرها. أكد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب علاء الربيعي عدم وجود أي جهة بإمكانها إيقاف سرقات شركات الاتصالات في العراق لسيطرة مافيات وعصابات كبيرة عليها. وقال الربيعي في تصريح صحفي إن هناك قانون ضمن قانون موازنة عام 2019 التي أقرت ينص على إيقاف عمل شركات الاتصالات في حال عدم تسديد ما بذمتها، إلا أن هناك من يحول دون تنفيذ مثل تلك القرارات. وأضاف أن تأثير شركات الاتصالات على الدولة أدى إلى تأخير تشغيل الشركات الوطنية كون الأمر لا يصب بمصالح تلك الشركات، مشيرا إلى أنه ليس بمقدور أي جهة في العراق إيقاف سرقات الاتصالات، والذي من المفترض أن يكون ثاني أهم ملف بعد النفط، إلى أن سيطرة العصابات على تلك المنافذ يحول دون ذلك بحسب تصريحه في بيانها. من المتضرر بتجديد رخص هواتف النقال؟ أثارت مشكلة تجديد رخص شركات هواتف النقال في العراق حفيظة السياسيين واللجان النيابية. البعض اعتبرها هدرا للمال العراقي في شدة أزمته المالية، وآخرون اعتبروها ثروات طبيعية. لكن ما الذي حصل بالضبط ليعاد تجديد رخص الشركات من جديد؟ الاتصالات النيابية اعتبرت أن المواطن هو المتضرر الوحيد من تجدد رخص هاتف النقال، معربة عن استغرابها من ردة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول الرافضين لتمديد عقود الشركات. وتساءلت، هل يعلم رئيس الوزراء أن المتضرر الوحيد من هذا التمديد هو المواطن العراقي؟ وهل التفت إلى أن الاعتراضات جاءت بسبب تقاعس شركات النقال عن تسديد ما ذمتها من أموال؟ إذن من هو المتضرر في هذه الحالة، المواطن أم الحكومة؟ أوضح عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة كاظم فنجان الحمامي أن البصرة أضاعت طرحين مهمين دون اكتراث. وقال الحمامي في بيان صحفي صادر عن مكتبه الإعلامي أن هناك صرحان عظيمان أضاعتهما البصرة من دون أن تكترث ومن دون أن تبدي اهتماما بهما. وتابع أن الصرح الأول يحمل عنوان أمانة العاصمة. ربما لا تعلمون أن البصرة صارت عاصمة اقتصادية للعراق منذ عام 2007، وأصبحت تتمتع بكل مزايا العاصمة منذ صدور قانونها رقم 66، منوها إلى أن البعض لا يعلم أن لهذه العاصمة أمانة ومجلس أمانة، لكن هذه الأمانة ليس لها مقر حتى الآن وغير موجودة على أرض الواقع. وأضاف أن الصرح الثاني يحمل عنوان الهيئة البحرية العليا التي صدر قانونها رقم 18 عام 2019، وقضى بوجوب قيام وزير النقل العهبي وقتها بإنشائها في محافظة البصرة، فتجاهلها آنذاك ولم يعبأ لها خليفته البندر، ولم يطالب بها أحد سوى نقابة البحريين التي ظلت تدود وحدها حتى أصابها الإعياء. كشفت وثيقة صادرة من وزارة المالية تتضمن صدور أوامر تكليف بإدارة مراكز جمرك في أم قصر بمحافظة البصرة. وكان مصدر مطلع أفاد بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
أطاح بثمانية من أكبر المسؤولين في جمارك أم قصر خلال زيارته إلى ميناء أم قصر وتأكيده على ضرورة استعادة سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية. كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من ضبط 400 محولة كهربائية عطلت بعد 3 سنوات من دخولها حيز الخدمة لمخالفتها لضوابط تصنيعها. وفي معرض حديثها عن تفاصيل عملية الضبط التي تمت بموجب مذكرة قضائية، قالت الهيئة في بيان لها، حيث أفادت بانتقال فريق عمل مؤلف من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان إلى مخازن ومقر مديرية توزيع كهرباء المحافظة، إذ تمكن الفريق من ضبط أوليات 400 محولة كهربائية مستهلكة وعطل عنها العمل بعد 2 و3 سنوات من دخولها الخدمة. بيّن تحالف الفتح أن التحالف يسعى لمناقشة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول ملفات تتعلق بالأزمة الاقتصادية والاقتراض والجانب الأمني، لافتا إلى أن الاقتراض لم يخلص أو يخلص العراق من أزمته، في حين ما زال الملف الأمني يشهد تراجعا وبحاجة إلى مراجعة. وقال عطا أنه في التحالف محمد البلدهوي قال أن اقتصاد العراق بدأ بالتراجع رغم ما أقره البرلمان من قانون جديد وذهاب الحكومة باتجاه الاقتراض الداخلي والخارجي. وأضاف أن الكثير من مؤسسات الدولة عانت الكثير عند استلام رواتبها وخاصة قطاع الصحة، وينبغي على الحكومة حلها وعدم تكرارها. وأبين أن تحالف الفتح طالب باستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الملفات المذكورة، إضافة للملف الأمني الذي شهد تراجع واضح بمستوى الأداء الأمني. بيّن وزير النقل ناصر الشبلي سعي الوزارة للإسراع بإعادة افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية وزيادة التجارة والاقتصاد بين البلدين. وذكر بيان للوزارة أن وزير النقل ترأس يوم أمس الخميس اجتماعا للجنة، أي لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ المنبثقة عن اللجنة التنسيقية العراقية السعودية، بحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية ورئيس هيئة الجمارك وممثل عن سلطة الطيران المدني ووكيل وزارة الإعمار والإسكان ومدير عام السفر والجنسية ومدير عام الطرق والجسور ومدير عام موانئ العراق ومدير عام النقل البري ومدير عام تنفيذ المشاريع لمناقشة الأمور المتعلقة بتهيئة الإجراءات والمستلزمات الأساسية لافتتاح منفذ عرعر الحدودي. وزير الخارجية الفرنسي: العراق وكردستان يمران بوضع استثنائي. قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة خلال مؤتمره الصحفي الذي عقد مع رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني إن العراق وكردستان يمران بوضع استثنائي. وقال لودريان إن العراق وإقليم كردستان يمران بوضع استثنائي، ولهذا رأينا أن نكون متواجدين للاطلاع على الأوضاع، مشيرا إلى أننا سنقدم مساعدات طبية لكردستان في مواجهة كورونا. وتابع: يجب أن نتعاون مع إقليم كردستان في محاربة الإرهاب وداعش، لأنه قدم تضحيات كبيرة على أراضيه وهو بحاجة إلى دعم لأنه استقبل النازحين خلال الأيام القادمة، موضحا أن فرنسا ستقوم بإيصال المساعدات إلى حلبجة، كما أن فرنسا بالتعاون مع ألمانيا تنفذ حاليا في دهوك مشروعا لمياه الشرب بكلفة 15 مليون يورو. أخبار بلا أسرار.
بلا أسرار. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونستوفي على حضراتكم مشاهدينا نشرة الأخبار. بحث رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي مع القائم بالأعمال الأمريكي وقائد قوات التحالف الدولي مستقبل وجود القوات الأمريكية في العراق. وقالت المصادر الإعلامية إن رئيس جهاز الأمن الوطني الفريق عبد الغني الأسدي بحث مع القائم بالأعمال الأمريكي وقائد قوات التحالف الدولي العلاقات العراقية الأمريكية والانسحاب الأمريكي من العراق. يشار إلى أن الشهر الماضي شهد الانتهاء من الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، بما أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أن القوات الأمريكية ستنسحب من البلد وتغلق جميع قواعدها وفق جدول زمني محدد. أكد الناطق الرسمي باسم كتلة الصادقون النهبي نعيم العبودي على ضرورة جدولة انسحاب القوات الأجنبية باعتباره شرطا من الشروط الواجب تنفيذها في البرنامج الحكومي. وقال العبودي في بيان له إنه لا داعي لوجود القوات الأمريكية في العراق، وأن قصف السفارة الأمريكية بعيد عن الفصائل الرئيسية، وربما تكون هناك جهة مخابراتية تستهدف السفارة الأمريكية. وعن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد أكد العبودي: نفضل الموت على العيش بذل وبوجود القوات الأمريكية، ولا بد من جدولة انسحاب القوات الأجنبية وهو شرط في البرنامج الحكومي. والسنة لا يقبلون بوجود القوات الأجنبية، لكن لديهم تخوفات، مبينا أن الضغط على الأمريكيين مفيد للحكومة وعليها استغلالها. سجلت وزارة الصحة والبيئة 2023 إصابة جديدة و2179 حالة شفاء و94 حالة وفاة في عموم العراق. وأكدت الوزارة في بيان لها: تلقت قناة سامراء الفضائية نسخة منه أنه تم فحص 17211 نموذج في كافة المختبرات المختصة في عموم العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 762,858. كما أعلنت خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين عن تسجيلها 141 حالة إصابة جديدة، بما قالت أن حالات الشفاء بلغت 113 حالة إضافية إلى حالتي وفاة في المحافظة. وللحديث أكثر عن الموقف الصحي في بغداد ينضم إلينا من هناك الزميل علي الحسني. مرحبا بك يا زميلي علي. مرحبا، حياك الله علي. اليوم مؤشرات ارتفاع لحالات الشفاء في بغداد وعموم العراق، هل هناك تفسير لهذه النسب المرتفعة نوعا ما عن الأيام السابقة في بغداد والمحافظات الأخرى؟ نعم، بالتأكيد حسب البروتوكولات والعلاجات التي استخدمتها وزارة الصحة والتي أدخلت مؤخرا العراق، بدأت تقنص ثمارها هذه الأيام بارتفاع حالات الشفاء ربما، وأيضا هنالك التزام كبير من قبل المواطنين. كل هذه الأمور ربما هي تساعد على ارتفاع حالات الشفاء وانخفاض حالات الإصابة، وربما الأيام القادمة ستشهد حالات شفاء أكثر إن شاء الله. إن شاء الله. اليوم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي افتتح مستشفى السلام الميداني في معرض بغداد، حدثني أكثر عن هذه المستشفى زميلي علي. نعم، حقيقة منذ عدة أيام ويتم تأهيل وترتيب معرض بغداد الدولي من أجل أن يحتوي أعداد أكثر من المصابين بفيروس كورونا، تم تجهيزه بالمعدات والمستلزمات الطبية والكوادر الطبية ايضا. وربما اليوم بعد افتتاحه من قبل السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، هو سلسله لافتتاح عدد من المستشفيات وعدد من اماكن الحجر الصحي لاحتواء عدد اكثر من المصابين بفيروس كورونا، وربما في الايام القادمه سنشهد افتتاح بعض المستشفيات وبعض اماكن الحجر ان شاء الله.
طيب زميل علي، هل ما زالت المخاوف من عودة أزمة الأكسجين في بغداد وخاصة في المستشفيات التي عانت في الأيام الماضية من نقص حاد في مادة الأكسجين؟ كيف هو الموقف اليوم فيما يخص تجهيز المستشفيات بهذه المادة؟ نعم، حسب كلام وزارة الصناعة وحسب بوادر عمل وزارة الصناعة وخطة عملها، هي تعمل على توفير كميات أكبر من مادة الأكسجين ورد المستشفيات والكوادر الصحية بهذه المادة. وربما اليوم حتى المعامل التي متوقفة منذ عدة سنوات عادت العمل مجددا من أجل إنتاج مادة أكثر من مادة الأكسجين، وبالتالي احتواء الأزمة وعدم خلق أزمة في المستقبل. ربما اليوم المخاوف من عدم وجود الأكسجين ربما بدأت تتمدد من يوم إلى آخر، وهنالك عمل توفير هذه المادة بصورة أكبر في المستشفيات وفي معامل العاصمة ومعامل المحافظات الأخرى. طيب، ذكرت في بداية حديثك زميلي علي أنه البروتوكول الجديد المعمول به فيما يخص علاج فيروس كورونا في المستشفيات هو ربما السبب الرئيسي في زيادة حالات الشفاء. هل هذا يعني أنه هناك علاجات مستوردة دخلت مؤخرا وتم توزيعها بالفعل ودخلت الخدمة؟ أقصد هنا مثلا دواء اكتميرا أو غيره. نعم، بالتأكيد يوم أمس دخل دواء اكتميرا وقبلها عدة أدوية ربما تساعد على علاج الحالات المتوسطة والطارئة والقوية من فيروس كورونا كديكساميثازون والإكميرا والزنكا وغيرها، وهذه الأمور ربما هي ضمن بروتوكولات وزارة الصحة. وبالتالي اليوم وزارة الصحة تعمل على إيجاد أكثر من علاج ينفع في استخدام المصابين وعلاج المصابين بفيروس كورونا وعلاجات الحالات الخطرة والحالات المتوسطة. و ايضا هذه الامور ربما بدانا نقطع ثمارها كما استاذ سابقا اليوم، وربما الايام القادمه سنشهد زياده اكثر في حالات الشفاء ومعدل ارتفاع معدلات الشفاء، وربما نشاهد ايضا انخفاض في الاصابه ان شاء الله. ان شاء الله. الزميل علي الحسني كنت معي عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك. اعتبرت نقابة الأطباء في العراق الجمعة قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية باستمرار غلق العيادات الخاصة والمجمعات الطبية مقابل إعادة افتتاح المولات والمراكز التجارية استهداف للطبيب العراقي. وقالت النقابة في بيان لها إنه في الوقت الذي ما تزال فيه نسب الإصابة تسجل مستويات عالية تتجاوز 2000 إصابة يوميا، عمدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية إلى سلسلة قرارات لتخفيف الإجراءات الوقائية ضد انتشار الوباء الفيروسي، ومنها السماح بفتح المولات واستئناف الرحلات الجوية. أفاد مصدر أمني الجمعة بإصابة قائد شرطة محافظة واسطة العميد أحمد الرتهني بفيروس كورونا. وقال المصدر في تصريح صحفي إن قائد شرطة محافظة واسط وكان العميد أحمد الرتهني أصيب بفيروس كورونا. أعلن الحشد الشعبي الجمعة عن دفن جثامين 75 متوفيا جديدة بفيروس كورونا المستجد في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف خلال الساعات 24 ساعة الماضية. وقال الحشد في بيان لها إنه يواصل المجاهدين الأبطال في فرقة الإمام علي عليه السلام القتالية اللواء الثاني الحشد الشعبي بعملية دفن جثامين المتوفين بجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن الفريق المختص اليوم الجمعة عن استقبال وتجهيز ودفن جثمان 75 متوفيا جديدا خلال 24 ساعة ماضية، ليرتفع العدد الكلي لمن تم دفنهم حتى اليوم في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف إلى 3210 متوفي، بينهم 4 من الديانة المسيحية ومتوفى 1 من السعودية الجارة. أعلنت دائرة صحة ديالى الجمعة عن إكمال نصب منظومة التحسس الحراري في معبرين حدوديين مع إيران شرق المحافظة. وقال مدير أعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح صحفي إن فريق فني نجح
من إكمال نصب منظومة متطورة للتحسس الحراري القادرة عن رصد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا عن طريق الرصد الحراري عن بعد. وأضاف العزاوي أن المنظومة جرى نصبها في معبري مندري والمنذرية الحدوديين بعد إصدار الأوامر الرسمية بإعادة استئناف نشاطهما التجاري مع إيران بعد توقف دام 4 أشهر بسبب تداعيات جائحة كورونا، مؤكدا بأن المنظومة والتي تعد الأكثر تطورا سيكون لها أثر إيجابي في خلق الطمأنينة في عدم انتقال الإصابات بفيروس كورونا وإيقاف الحالات الاشتباه، خاصة وأن هناك فريق طبي متكامل سيكون متواجد لفحص الحالات. كشف عضو لجنة النزاهة النيابية النائب جواد حمدان عن صفقة فساد كبيرة أحيلت إلى النزاهة والادعاء العام بملف فتح خطوط إنتاج الكمامات بشركة النسيج التابعة لوزارة الصناعة. وقال حمدان بحسب تصريح له أن هناك أكثر من 10 ملفات فساد كبيرة وعملاقة تخص فساد شركات تابعة لوزارة الصناعة ومتورط بها مدراء أمون ولا زالوا بمناصبهم. وأضاف أن فريق من لجنة النزاهة النيابية ولجنة العمل زارا شركة النسيج والجلود للاطلاع على واقع عمل خطوط إنتاج الكمامات التي افتتحتها وزارة الصناعة. وأوضح أن عقد الوزارة يشير إلى أن كلفة شراء ماكنة صناعة الكمامات ب 487 مليون دينار وبطاقة إنتاج من 80 إلى 120 كمامة بالدقيقة الواحدة. وأفاد حمدان أنه عند تشغيل الماكنة لا يمكنها الاستمرار أكثر من نصف دقيقة وتتوقف عن العمل لرداءتها، وبعد التدقيق تبين أن هذه المكائن سعرها لا يتجاوز 60 مليون دينار في وقت سجلت ب 487 مليون دينار. وللحديث عن الموقف اليومي سواء من ناحية الوباء أو حتى من الناحية الاقتصادية وأمور تخص محافظة صلاح الدين، انضم إلي من هناك مراسلنا من تكريت الزميل مصطفى أوحادي. زميلي مصطفى، مرحبا بك. حياك الله. بداية، هل ما زال الوضع مقلقا لخلية الأزمة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بمحافظة صلاح الدين؟ نعم، حقيقة اليوم محافظة صلاح الدين سجلت اليوم في أقضية المحافظة 141 حالة، اليوم موزعة على اليوم موزعة في مستشفى فوز 66 إصابة و46 إصابة أيضا في مستشفى سامراء و19 إصابة أيضا في مستشفى تجيل و9 إصابات في مستشفى بلد، وأيضا حصة مدينة تكريت من هذه الإصابات حصة واحدة لهذا اليوم. وأيضا بالمقابل اليوم سجلت اليوم محافظة صلاح الدين 113 أيضا حالة شفاء مؤكدة اليوم، خرجوا من ردهات العزل اليوم بعد اكتسابهم الشفاء التام. وأيضا سجلت حالتين وفاة اليوم لمصابين محافظة صلاح الدين. حقيقة الوضع إلى حد هذه اللحظة في محافظة صلاح الدين تقريبا سيطر عليه تصريح مدير عام صحة صلاح الدين هناك مؤتمر لصحة صلاح الدين، وأكد أن المصير الرحمية في همة كبار إدارة صحة المحافظة أيضا والكوادر الطبية والكوادر الطبية الإفتراض شفاء عديد أنه بالنسبة طيب. زميلي مصطفى، يعني نعتذر من السادة المشاهدين لرداءة الاتصال، إذا كنت تسمعني جيدا، هل هناك تجديد من قبل القائمين على الحظر أي حظر التجوال في تكريت أو في محافظة صلاح الدين للحد من ارتفاع نسب الإصابة بالمحافظة؟ نعم، اليوم حقيقة اليوم بعد قرار خلية الأزمة اليوم في محافظة صلاح الدين اليوم حقيقة التزام تام لحظر التجوال في محافظة صلاح الدين، فقط الخروج بالساعات المقررة أيضا لها، أيضا والتزام بلبس القفازات أيضا والكمامات أيضا وبعض الإجراءات الوقائية أيضا لأصحاب المحال التجارية في مدينة كريت ومحافظة صلاح الدين عامة. اليوم تحاول اليوم خلية الأزمة اليوم في المحافظة للحد من أيضا انتشار هذا الوباء اليوم بأيضا غرامات مالية على المخالفين أيضا وأيضا غلق لبعض المحال المخالفة للإجراءات الوقائية اليوم في المحافظة.
طيب أسألك زميلي مصطفى عن موقف الكمامات وكذلك القفازات، هل هي متواجدة متوفرة أسعارها مناسبة في تكريت أو حتى في عموم المحافظة؟ نعم حقيقة عند تجوالنا في أحياء اليوم مدينة تكريت وفي محافظة صلاح الدين عامة، اليوم المواطن يتساءل عن دور اليوم اللجان الصحية أيضا والرقابية اليوم في المحافظة عن ارتفاع أسعار الكمامات والكفوف وبعض الاحتياجات الخاصة لمحاربة فيروس كورونا كالمعدمات الخاصة أيضا وأيضا بعض العلاجات أيضا الفيتامينات أيضا والمقويات للمناعة. اليوم نعم. حقيقة اليوم في محافظة صلاح الدين يوجد ارتفاع يعني شبه ملحوظ اليوم في هذه المواد الخاصة أيضا نتيجة اليوم يعني بعد يعني سؤالنا لعدد من أصحاب الصيدليات اليوم في المحافظة هي أدت نتيجة سحب وأيضا للمواطن اليوم بكثرة لهذه الفيتامينات ايضا والمواد الخاصه بالتعقيم، ولكن اليوم المواطن يتساءل عن دور دائره الصحه صلاح الدين وايضا اللجان الرقابيه بمحاسبه هكذا يعني اعمال يعني تضر بصالح المواطن ايضا ويسبب اليوم بارتفاع هكذا يعني علاجات ايضا واحتياجات للمواطن. طيب ننتقل الى الجانب الامني والخرق الامني الحاصل في قضاء الشرقاط، هل لديك معلومات زميلي عن هذا الخرق؟ نعم يعني حقيقة يعني وضع محافظة صلاح الدين الأمني شبه ما مستقر يعني تقريبا 80% مستقر وضع الأمني في داخل المحافظة، أما في حدود محافظة صلاح الدين اليوم أيضا انفجرت عبوة ناسفة على سيارة تقول عائلة من أهالي قرية النمل التابعة على قرية المسحق، اليوم يعني راح ضحيتها اليوم يعني أب العائلة وأيضا طفل أيضا عمره سنة واحد، اليوم حقيقة تتكرر هذه الخروقات الأمنية اليوم يعني في محافظة صلاح الدين وأيضا في محيط يعني المحافظة هناك عدة عمليات خرجت بها القوات الأمنية ولكن لا تزال إلى حد هذه اللحظة المناطق تهدد أيضا وتشكل خطر يعني على المحافظة. الزميل مصطفى وحادي كنت معي عبر الهاتف من تكريت، شكرا جزيلا لك. أفاد مصدر أمني الجمعة بمقتل وإصابة 5 أشخاص بينهم طفلان بانفجار عبوة ناسفة على عجلة كانوا يستقلونها قرب الشرقاط في صلاح الدين، وقال المصدر إن مواطن وابنة أخيه قتلا وأصيبت زوجته وطفلين إثر انفجار عبوة ناسفة على سيارتهم. وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن العبوة زرعها تنظيم داعش حديثا في الطريق بين قرية النمل وقضاء الشرقاط. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى الرسول اليوم الجمعة أن استهداف قيادات داعش تم وفق استراتيجية استخباراتية، وذكر الرسول في تصريح صحفي أن العراق لديه اليوم منظومة استخباراتية تعمل بدقة وبمهنية واحترافية والعمليات تستهدف قيادات عصابات داعش من الصف الأول وتقتلهم، وأضاف أن العمليات النوعية تهدف إلى كسر الروح المعنوية للعصابات الإرهابية. كشف الناطق الإعلامي باسم محور الدهلة للحج الشعبي صادق الحسيني الجمعة عن مضمون تقريره حول أمن المسطحات المائية في محافظة الدهلة، وقال الحسيني في تصريح صحفي إن الدهلة تتميز باحتوائها على العديد من المسطحات المائية وأبرزها بحيرة حمرين والتي تشكل خزين مائي استراتيجي يوفر مياه الإسالة وسقي المزروعات لنحو 70% من مناطق المحافظة. وأضاف الحسيني أن الحشد الشعبي اعتمد استراتيجيات متعددة في دعم أمن المسطحات المائية ونجح في إنهاء مخاطر أمنية كبيرة تتمثل بوجود مضافات داعش الإرهابي
وتكرار هجماته على المناطق القريبة أو الصيادين، لافتا إلى أن المسطحات باتت أكثر أمانا من ذي قبل. أعلنت وكالة الاستخبارات إحدى تشكيلات وزارة الداخلية اليوم الجمعة نتائج عملية ملاحقة مهربي النفط في عدد من المحافظات العراقية. وذكرت الوكالة في بيان لها إنه خلال عمليات متابعة لكل ما هو مخالف للقانون والحد من التهريب والمتاجرة بالنفط ومشتقاته، حيث تم ضبط 3 صهاريج محملة بمنتوج نفطي مجهول والكمية أيضا مجهولة، وإلقاء القبض على السائقين في محافظة كركوك. وأضافت أنه تم ضبط صهريج آخر وإلقاء القبض على سائقه في محافظة نينوى، كما وتمكنت المفارز أيضا من ضبط خرق على الأنبوب الناقل للنفط الخام في قضاء القرنة في محافظة البصرة. هذا وألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على 3 مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لتنظيم داعش في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك. وقالت الوكالة في بيان لها إن المطلوبين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لداعش واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، فضلا عن ضبط وكرين تابعين إلى التنظيم في نفس القضاء. وذكر بيان أنه وجد بداخلهما عبوتان ناسفتان على شكل جريكان وعبوات محلية الصنع وملابس متنوعة وحاوية عتاد أحادية. وقبل الختام مشاهدين، هذا تذكير بالعناوين. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يفتتح مستشفى السلام الميداني في معرض بغداد ويوجه دعوة للرئيس الفرنسي لزيارة العراق. عضو الخارجية النيابية عامر الفايز بيّن ملامح أهداف زيارات الكاظمي المرتقبة إلى العواصم الثلاثة. النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي يؤكد ضرورة مراجعة الملف الأمني مع رئيس الوزراء. والعراق يسجل 2023 إصابة جديدة و2179 حالة شفاء و94 حالة وفاة في عموم البلاد. ختاما تقبلوا تحيات كادر النشرة وإلى اللقاء.